ايوه انا عارف فاكر وانا وانت فاكر وانا فاكر انا عارف موضوع قطع الارزاق انت فاكر فاكر لما حصل معاك كده انت نفسك وشفت ربنا عمل ايه فقول له قول له ايه بس يهتدي بالله كده ويهدى شويه عشان يسيب الناس تاخد رزقها وكده وما يتدخلش في الرزق. سؤالي الاخير النهارده وانا بكلمهم قال لك طب هو نجيب ساويرس ماله؟ هو نجيب ساويرس يتدخل في الموضوع ده ليه؟ عشان انا بحب الغنى ده وبحب الناس دي وبحب اشوفها ومقتنع ان ده اكل عيشهم وهو اقول له احسن له ما يقفش في اكل عيش الناس دي لان حتى لو الناس هنا اللي على الارض يعني وقفوا معاه ربنا مش هيسامحه قطع الارزاق ده ما بيسامحش فيه خالص يعني. هو قال ما الناس دي عملت فلوس خلاص هو يعني ضميره مستريح النقيب هاني شاكر هو مش عارف يعمل فلوس دي مشكلته هو يعملوا ويعملوا اكتر وربنا يبارك لهم في فلوسهم ان شاء الله يعملوا اكتر من كده كمان. وتصبح على خير يا عمورة وانت حبيبي انت عارف مهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال معروف بشكرك شكرا جزيلا يا زلمه.